السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 98 على اليوتيوب. من فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لأن محتوانا يستحق الدعم. النهاردة إن شاء الله رب العالمين معانا فكرة هنتعامل بيها، إن احنا نحاول نصنع بوتاجاز من البوتاجازات الحسية اللي كنا عملنا عليه فيديو قبل كده، اللي هي بتعتمد على الحس المغناطيسي، إن مجال كهربي بيمر في قطعة معدنية، والقطعة المعدنية دي فضل إنها تكون من الحديد فيسخنها، فاستفيد من السخونية ديت بإن أنا أطهو الطعام. فلو عندك تلفزيون قديم، هنقدر من خلال التلفزيون ده نستغل فيه قطعة، القطعة ديت نقدر من خلالها إن احنا نعمل، هنفك التلفزيون القديم ويكون تلفزيون شاشته 230 فولت 50 هرتز. يبقى النهاردة هنعمل بوتاجاز حسي من شاشة التلفاز القديم. احنا هنعمل زي تعديل كده على الدايرة بحيث ان احنا نقدر نستفيد من القطعة ديت في التسخين. بعد فك التلفزيون من الظهر، طبعا التلفزيون بيبقى عندنا من الظهر، بعد ما نفكه هنحصل على الانبوب والملف اللي في اخر الشاشة من الخلف اللي هما بيسموه السي ار تي كويل. بعد ما نفك التلفزيون مباشرة من الظهر هتلاقي السي ار تي كويل ده في اخر الشاشة من ورا، وهو بيتكون من ملفين، وهنقوم بجمع الملفين دول مع بعض عشان احصل على اعلى طاقة ممكنة على التوالي. هو الكويل ده بيبقى شكله كرسم كروكي كده كده، وخارج منه هنا كده اربع اطراف، في طرف مشترك فيهم وفي طرفين هنجمعهم علشان الملف بتاعي يبقى في اقصى حالاته الجميلة. باستخدام البزر الطرفين اللي في الوسط دول مع بعض بالافوميتر هيدوني حوالي 7 اوم، والطرفين اللي على الطرف دول هيدوني حوالي 19 اوم. تمام. بعد كده هنقوم بتوصيل الملف اللي هو ده، الطرف اللي هو اقصى اليسار ده باللي جنبه، يعني هنوصل ده بده واحصل على 3 اطراف. هنيجي نقيس المقاومات بعد كده، هتبص تلاقي المقاومات طلعت معاك 26 اوم. مقاومات 26 اوم، انا عليت المقاومة، بالتالي التيار هيعلى داخل الملف ده، فهحصل على اكبر قدر ممكن من التسخين والسخونية بتاعتي. بعد كده هنجيب شوية مكثفات مع بعض كده، مكثفات 5، طبعا مكثفات في الحقيقة بيبقى شكلها عبارة عن قطع زي دي كده. تمام. مكثفات ديت 47/100 مايكرو فاراد، 200 فولت. تمام. بعد كده المكثفات دي هوصلها مع بعض من هنا كده ومن هنا كده، هنجيب مجموعة من المكثفات يا جماعة، المجموعة ديت هنحطهم جنب بعض كده ونلزقهم في بعض ونوصلهم مع بعض بهذه الطريقة بالسلك ده، سلك الملفات المعزول اللي بنلف بيه المحركات الكهربائية. وسط ولاعة هتعري السلك ده، سلك الملفات بتاع المحركات الكهربائية بيكون معزول يا جماعة، ماشي. هنعري السلك ده، وبعد ما نعري هذا السلك هنبدأ نوصل المكثفات بالشكل ده، ونحصل من هنا كده على طرفين، ده كله يتلحم بقصدير بقى، قصدير 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 قصدير، ونحصل هنا على طرفين، وهنجمع المكثفات دي التوازي زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنستخدم معانا موسفت بكل 3 ارجل، والموسفت اللي معانا ان تشانل اتش واي 3410 عشان يدينا نبضات كهربائية عالية التردد. وهنجيب كمان معانا مقاومة 5 واط 150 اوم، دي كلها طرفين زي دول كده. وهنحتاج محول كهربي برضو معانا عشان احصل الدايرة دي هتشتغل ب50 فولت دي سي. هنحتاج محول كهربي 50 فولت دي سي 6 امبير. تمام. تعال نشوف بقى طريقة التوصيل هنوصلها ازاي. برضو هحتاج ملف معايا، له طرفين كده، والملف ده 3 ملي هنري.
وهحتاج كمان هيت سينك عشان احط عليه الموسفيت بتاعي. عشان يشتت الحرارة كويس جدا بتاعت الموسفيت. ودلوقتي يا صديقي العزيز تعال نشوف هنوصل ازاي التوصيلة بتاعتنا. ادي عندي سي ار تي كويل، كان في اربع اطراف، الطرفين دول وصلتهم ببعض. وادي عندي شوية المكثفات بتوعي، متوصلين توازي زي ما هما كده. هاخد الطرفين دول اوصلهم على المكثفات، والملف بتاعي هحطه هنا كده. دو طرفين، طرف منهم هيخش على الكويل ده، وهنا كده عندي الموسفت بالهيت سينك. وخارج منه الثلاث اطراف بتوعه، طرف منهم هوصله على المقاومه، طرف المقاومه الثاني هيدخل على المكثفات، والطرف اللي في الوسط ده هيخش هنا كده على الطرف الثاني المكثفات. طرفنا الثالث الجميل هيخش على المصدر بتاعي، وادي طرف المصدر الثاني. يبقى كده ديت الدايرة بكل اختصار. انا عندي هنا محول حاطط معاه بريدج، ده هي اربع طرف بيبقى ليها طرفين دخل وطرفين خارج. دخل عليها خارج المحول، واخد الطرف التاني البوزيتيف على البوزيتيف والنيجاتيف على النيجاتيف. وبالطريقة ديت كده استطعت ان انا اعمل دايرة اسخن بيها الطعام. ممكن هنا تحط اي حاجة زجاج يتحمل، زي مثلا شاشة كمبيوتر او اي حاجة من الحاجات ديت، وتحط عليه الطاسة بتاعتك اللي هي لابد ان تكون من حديد. تمام. وهستخدم معايا مروحة هنا كده علشان تبرد المحول، لان المحول هيسخن جدا معايا، عشان عند العمل بترتفع درجة الحرارة. باختصار تاني، سي ار تي كويل موصله مع مجموعة من المكثفات، خمس مكثفات، وقلنا القيم بتاعتهم كام. بعد كده عندي موسفت بهيت سينك، الموسفت ليه تلات أرجل هندخله مع المقاومة كده وهكذا. وزي ما حضرتك شايف كده يا صديقي العزيز، ادي عندك السي ار تي كويل وتوصيلته. تمام. وادي عندنا شاشة كمبيوتر عشان قديمة او مستعملة، عشان نحطها هنا كده لما نيجي نسخن الاكل بتاعنا. دي مجموعة المكثفات متوصلة على التوازي، واخدها معايا على طول على المصفت، المصفت على هيت سينك، وزي ما احنا شايفين كده. وزي ما حضرتك شايف يا صديقي العزيز، ده كده المصفت بتاعك وطريقة توصيله كده. الطرف ده مع المقاومة، والطرف ده جاي من هنا كده من على المكثفات، والطرف اللي في الوسط ده رايح على الطرف التاني المكثف، الطرف التالت ده واخد من النيجاتيف بتاع البريدج بتاعتي، وده محول بدخله هنا 220 بيخرج لي 50 فولت بتوعي، واوحدهم اعمل لهم ادخلهم على بريدج عشان يحصل لهم توحيد ويخرج دي سي. الطرف البوزيتيف مع الملف، وده الشكل العام للدايرة. لحد هنا ارجو ان افتح حاجه معلومه، روح لايك صفات لايك وشير الامر، حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. اشوفك على خير. كان معاك كالعاده عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. كلم حد عنها لان محتوانا يستحق الدعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.